مهم نطمن على وضع البعثة المصرية. معانا دكتور عبد العزيز غنيم رئيس البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر. صباح الخير يا فندم. طبعا الخير يا محمد، بطبع للمذيع الإعلامي جمانة، وبشكر الأستاذ عفيف على التعليق والتحليل لكل ما دار في هذه الدورة. شكرا عليكم، صباح الخير عليكم. يا أهلا بك يا فندم، ألف ألف مبروك. عايزين نطمن على البعثة بشكل عام وعن الحالة وشعور اللاعبين اللي حققوا هذا العدد الكبير من الميداليات. والله يا فندم لو قلت لك يعني هنا في حالة استنفار شديدة جدا لكل القوى البشرية وولادنا اللاعبين واللاعبات. يعني أقول لحضرتك والله كل واحد من هنا، من كل شاب وشاب موجودين هنا معانا في الجزائر في هذه الدورة بالذات، يعني زي ما بيقولوا شحن الهمم وشحن الوقود وشحن كل حاجة عشان يعمل أحسن إنجاز ليه شخصي باسمه وباسم بلده وباسم اتحاده. هنا حاجة يعني رائعة جدا، بنتقابل مقابلة جيدة جدا من الشعب الجزائري، تشجيع فوق الخيال لما يكونوا مصر بتلعب. يعني بنحس ان الشعب المصري هو اللي بيشجع، لما يقولوا مصر 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 في المدرجات حاجة جميلة جدا، وكل الناس هنا بتسعى جهالا الى تحقيق اكبر انجاز لك باسم مصر وبحجم مصر. طيب دكتور عبد العزيز، طبعا بعد التحيه يعني خليني اعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين ايه هي الالعاب المتبقيه اللي احنا متوقعين ان احنا نحصد فيها ميداليات تانية. النهارده باذن الله عندنا اربع ميداليات بنلعب عليها ان شاء الله في رفع الاثقال، اثنين الساعه 10 الصبح واثنين الساعه 5. ربنا يسهل ان شاء الله ويكون في توفيق في ذهب فيها ان شاء الله. عندنا نهائيات السلاح وعندنا نهائيات التايكوندو لسه شغال، وبعدين عندنا الماتش بتاع كره اليد ان شاء الله الساعه 1 الظهر بتوقيت الجزائر، 2 بتوقيت القاهره في الدور قبل النهائي مع مقدونيا. يعني لسه في شغالين ولسه في امل، وباذن الله تعالى ان شاء الله نحصل النهارده على ميداليات زي ما امبارح سميناه يوم الذهب، لما امبارح عملنا اربع ميداليات ذهب وثلاثه فضه واثنين برونز امبارح بس، عشان كده وصل الرقم بتاعنا الى 43 ميداليه ومثلين في 11 ميداليه ذهب. بنسعى دائما ان احنا نسعى للذهب، نحصل الذهب عشان يحصل الترتيب افضل لمصر في الموقع الجدول العالمي. طيب دكتور عبد العزيز، بعد فوز بسنت بذهبيتين احساسكم كان عامل ازاي وباقي اللعيبه؟ والله اقول لحضرتك يعني امبارح برضه نعمه عملت اثنين ذهب في رفع الاثقال، وبسنت طبعا عملت انجاز ضخم جدا باسمها في 100 متر وال 200 متر. انا ملاحظ ان السيدات يعني مسيطرين على الذهبيات. هم مسيطرين على كل حاجه، مش معنى الذهبيات بس، هم مسيطرين على كل حاجه يعني. يا جمال قاعده مسيطره على القعده دي. عندك حق. شكرا يا فندم. انا مش عارف اتكلم وهي بتتكلم. طب انت هتقول لي ما احنا سامعين اهو الحكايه يعني، فهم مسيطرين على كل حاجه. بس الصراحه والله يا استاذ محمد يعني حاجة جميلة جدا ان كل البنات والشباب اللي هنا، يعني كل واحد طلع اقصى ما في طاقته واقصى ما في جهده والله. ولازم هنا طبعا الشكر واجب لله سبحانه وتعالى اولا، ثم للسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي هو معايا انا شخصيا على طول النهار على مدار الساعة بالتليفون يطمن على كل صغيرة وكبيرة في البعثة. ومعانا هنا بقى في البعثه المهندس هشام حضر رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، لان هو بيعمل دفعه قويه جدا للاعبين واللاعبات. يعني هو اول واحد كان موجود مع بسنت وموجود مع نعمه وموجود مع كل اللاعبين اللي حصلوا على الميداليات وبيشكرهم بنفسه. حاجه جميله تحس ان في تناغم ما بين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه وكل الاتحادات اللي هنا موجوده، كل رؤساء الاتحاد بيتكلموا معايا عشان يطمنوا على اولادهم. كل الناس هنا في يعني زي ما بيقولوا في تناغم شديد جدا لتحقيق افضل النتائج وتحقيق افضل شيء باسم مصر. طيب دكتور عبد العزيز، عشان برضو في نقطه حابين نفهمها من حضرتك، هو ازاي بيتم قياس ترتيب الدول في هذه الدوره؟ هل بيبقى من حيث عدد الميداليات بكل انواعها ان كانت ذهبيه برونزيه او فضيه، ولا بيبقى من حيث ترتيب الميداليات الذهبيه فقط؟ لا، هو حضرتك ترتيب الذهب هو اللي بيلعب دور كبير في ترتيب الدول. يعني احنا عندنا 11 ذهب، وصربيا عندها 12 ذهب، وفرنسا عندها 14 ذهب. فاحنا لو جبنا النهارده ان شاء الله ميداليتين او ثلاثه ذهب هنبتدي نطلع على الدور السادس او الترتيب الخامس. الميداليات حضرتك الترتيب يعني مثلا صربيا عندها المجموعه التوتال بتاعها 26 ميداليه فقط، انما احنا عندنا 43 ميداليه. لما هم عندهم 12 ذهب واحنا عندنا 11 ذهب. هم
حتى الان فما بتسبقنا هو ترتيب الدول حضرتك في الجدول بيتم عن طريق الميداليات الذهب اولا ثم المجموعه الثانيه. طبعا يعني دكتور عبد العزيز غنيم رئيس البعثه المصريه المشاركه بدوره العاب البحر المتوسط بالجزائر مشكوره جزيل الشكر، واتمنى ان انت توصل كمان سلامنا وتحيتنا لبعثتنا المصريه في الجزائر.